السودان عليها ديون كتيرة قوي، 90% من ديونها تم التنازل عنها في مبادرة للدول الفقيرة نوقف جنبها ونساعدها. شالوا كم من ديون السودان؟ 50 مليار دولار، يعني كان عليها قرابة 60 مليار، شالوا لها 50 مليار. 50 مليار دولار من ديون السودان. في مبادرة كده اسمها هيبك، دي مبادرة لدعم الدول المثقلة بالديون، مؤسسة بقى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قعدوا مع الحكومة السودانية ووصلوا لاتفاق تاريخي لإعفاء السودان من ديون 50 مليار دولار. هو أنا ممكن أسأل سؤال، مش عارف يجوز ولا لا يجوز، يعني هل تحق بلدي أنها تستفيد من هذه المبادرة؟ وهل إحنا لو استفدنا من المبادرة يبقى وصلنا في إن إحنا اقتصادنا وحش وواقع والكلام ده؟ يعني ما عادي، ما الدنيا كلها مصالح، يعني هم ما شالوش ال50 مليار دولار من السودان عشان سواد عيونها، في قصة مصالح، في عودة علاقات مع إسرائيل، تطبيع إلى آخره. تعال نروح لمدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبد المنعم السيد ونسأله هذا السؤال. بعد مساء الفل دكتور عبد المنعم، عاوزين نعرف الأول إيه هي مبادرة دعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة اختصارا باسم هيبك إذا كنت بنطقها صح؟ أهلا بحضرتك. الأول أولا مبادرة هيبك بحق يعني هي مبادرة أطلقها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بتسمح لكل الدائنين بما فيهم نادي باريس والدول الدائنة أنها تقدم مساعدات تخفيف أعباء الديون للدول الفقيرة في العالم والأكثرها مديونية والتي لا تستطيع أن تتحصل أو تقوم بسداد التزاماتها الدولية. نعم طيب اللي مش هتقدر تسدد. المبادرة دي بدأت 1996، دي مبادرة بدأتها يعني فات عليها 24 سنة. صحيح صحيح. يمكن السودان هتكون من الدول أو الدولة رقم 38 من الدول التي تحصلت على إعفاء أو تخفيض لجزء من ديونها بشكل كبير، يمكن سبقها قبل ذلك الأرجنتين، سبقها قبل ذلك تشيلي، كثير من الدول أمريكا اللاتينية تحصلت على إعفاءات من هذه المبادرة. طيب هل يمكن لمصر أن تستفيد بمثل هذه المبادرة ولا صعب؟ لا صعب لسببين. نعم. السبب الأول أن مصر دولة كانت ملتزمة وما زالت ملتزمة بسداد الأقساط والديون المستحقة عليها وفوائد وخدمة الدين بشكل دائم. النقطة الثانية، مصر لا تعد من الدول الفقيرة التي ليس لديها موارد مالية تستطيع من خلالها سداد الديون الخاصة بها. مصر لديها دول قد يكون في بعض الأوقات لدينا أزمات، لكن لا يوجد لدينا ما يطلق عليه الفشل المالي، لو عدم الإمكانية في سداد الالتزامات المالية. لكن خلينا نقول حاجة مهمة جدا. نعم بالفعل حجم الديون السودانية اللي هي 60 مليار دولار هي كانت إشكاليتها أنها تمثل عبء ديني كبير، هذا رقم يمثل أكثر من 163% من حجم الناتج الإجمالي السوداني، فكان عبء على السودان. السودان زي ما حضرتك ذكرت كانت هناك علاقات أو في نقول علاقات مقطوعة بالعالم، في قيود عليها، في يعني عقاب عليها من العالم من 1993 ووجودها على قائمة الإرهاب وعدم وجود أي تعاون دولي وعدم انخراط لها في الاقتصاد العالمي. فبدأت إن السودان بعد الثورة التي قامت في السودان وبدأت هناك تصحيح للإصلاحات الاقتصادية، هيكون هناك الخطة اللي هي تم الاتفاق عليها متمثلة في جزئين. الجزء الأول أنه يتم حذف 23.5 مليار دولار ويتم إعطاء السودان فترة ليطلق عليها تصل إليها إلى ما يطلق عليه نقطة الإنجاز، يكون هناك إصلاحات اقتصادية، يكون هناك تعاون اقتصادي بين الدول، يكون هناك شفافية، يكون هناك تطبيق للحوكمة، يكون هناك بعض القواعد الاقتصادية التي تتبعها السودان. بعد 39 شهر هيكون هناك إلغاء لنسبة أكثر من 85. يعني احنا عشان احنا دولة ملتزمة خلاص دولة ملتزمة، لكن برضو عايزين نقول انه السودان النهاردة بنتكلم بالفعل تم إلغاء هذه الديون،
لكن هيفرض عليها قواعد وقيود من جانب صندوق النقد الدولي، من جانب البنك الدولي، لن تتحصل السودان على أي تمويل آخر إلا بدراسة متأنية لاستخدام هذا الدين هيكون في إيه وهيتم سداده إزاي. النقطة الثانية، هيكون في فترة مش هيتم فيها استثمارات من القطاع الخاص، لكن هيجي لها استثمارات دولية من بعض الدول اللي هي الداعمة، عشان تستطيع هذه الدول أن تتحصل على فوائد أو مكاسب مقابل ما تم إعفاؤه من ديون. وأكثر هذه الدول طبعا فرنسا التي تنازلت عن 5 مليار دولار، يليها السعودية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ثم بعد كده النمسا وإيطاليا وإنجلترا. فيكون هناك دعم من هذه الدول، تنازلت عن الديون، لكن هيكون هناك استثمارات حتى تستفيد من مما فقدته من ديون أو من التزام المالي.